عبد الله. إيه ده فهد؟ أشوفك تشتري قطع غيار تجارية. إيه والله نوفر فلوس. ما بقي إلا يضحكون علينا ويأخذون فلوسنا. حتى أروى شنطتها تجارية. إيه بس القطع الأصلية تعمر أكثر وتعطيك. أرجوك بلا فلسفة. محمد هات قطعة ثانية تجارية. الأولى خربت تماما. معليش اللي أخذتها قبل شوي بعد خربت. تدري عطني درسين قطع على الأقل السيارة بتوصلني للبيت. والله هذا نفر ما في معلومات يبقى. يبقى سوي توفير لكن هذا ما في فايدة تجاري. على طول أصلي لازم. طيب وانت يوم انك تعرف انه غلط وراك قاعد تبيع تجاري. يلا حيهم. طيب وش النظام الحين؟ حصلوا عني رجال. عندي تهيضت لي بويتات وانا والله ما يمشاعر لكن لاشعش راسي ما حدنا يمسكه وانا بقول قصيده هزمه. ايه قل وسمعت الرداء يقول كلام ما مفهوم عرفت بس سنة رهيب له رونق عرفت. فقول بندر زعيم المجلة والشكالة فالبرذيب وفالبحر حوت بن حوت شيخ هريد السلالة تقول كانه ما سمع سيرة الموت تشوف جاك بن سبار وخلالة وتشوف سلفر توأمه صورة وصوت يقطع محيطات العوالم الحالة متلاعب بأخطار هلعب بلوت قاد السفينة وابحرت في جهالة كانه على مرسيدس ما هو على بوت من الطناخة والسطر والعدالة لبس صواري هيا والله يا بشوت. ايه والله يا فاتك في ليلتك معنا بس يا سلطان نص عمرك يا سلطان. انا هنا طال عمرك. ما يقصدك يا احمد على عجالة في وصمعنا هو حوت ابن حوت ابن حوت سلامتكم. فكنت اقول لك طال عمرك ان المكان اللي احنا فيه تقريبا يسمونه مغطس النواخذة ما يغوص فيها الا النواخذ الاصلي لانها خطره على العليمي واللي توه يتعلم السباحه. إيه طيب اوكي احلف احلف. اي والله يعني الموضوع السباحه في منطقه زي كذا من البحر. ولا طمارت وش لي وش لي والله وش لي ايش تهايط عندك خير ما وش اقدر اعطيك يعني ما انا اللي جاي معك على اساس انك تعطيني. اوكي هتقول والطول يا ابو غاده كفو. هيا طيور البر مسوي لي فيها شوفوا طير البحر شوفوا جايز. شوفوا اللقلق والله ونعم اغطس كيف تغطس في دمك وسمك انه غني يا حداك شدي بنتي داقوس الزين عبود. لا يكون عمك اللقلق كل الشيء انقز المعذبك ترى هبطه اف غير وحبك يا المخنز. 1-0 جريتكم. ماشي ماشي سيبوني اموت بس ماني بستني قاعد لكم ذا الدنيا. وراك قرش الله يخليك لنا قرش 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 وراي قدامك ريال. والله عرفت قلتش ريالة وهلل وكذا. والله جو مستوي خلاص أنا من سني سمكة القرنفل. عقب يا ولد شفتي يوم زرطه هذا والله اللي ودك تزرطه كود الدجاج الحار. عطنا واحد ثاني. مروا علي طلعة الميزان طلعة الميزان والفجري أردوا خشبهم وخلوا دمعتي تجري. آيا يا الكاجوري. يا روحك يا ماني الله المستعان. و
الله يرحمك يا بندر، مات فجأة كذا. الموت ما يفرق بين صغير وكبير وتاجر وفقير. تدري لو كان بيننا اليوم وش بيقول ويشوف العز هذا؟ بيقول يما منكم ما شاء الله، وش ذا عزم صار يا خلاص يا. على العموم الحسابات كلها أجريتها، و يمديك يعني تسوي اللي تبغاه. ولد قاصر هو الظاهر انه بيطول كذا لانه عقله عليه شوية. الحمد لله على كل حال، لكن انت بصفتك الوكيل الشرعي لأملاكه حاليا لا وصيك، ترى الرجال كان عنده فلوس، وبيني وبينك يعني هي خاربة خاربة، البلد هذه كله يسرق بعضه، وعرفت علي؟ فمتع نفسك يا مانع. يا أخي قصر على صوت المسجل. وانت صفتك ايش يوم تحاكي الجانب؟ صفتي مواطن ولي حق، وهذا قدام بيتي. ما هو شغلك يا رجال، روح روح أفلي. أنا ما جيتك بعصا، أنا جايك بس أطلب طلب بسيط. بدري على شارك، استقها استقها، روح أفلي وراك يا رجال، يشبع البلجيكة من موخك. ما للداعي الغلط. خراب هو العالم حين لا يكون أنت، خراب هذا العالم حين لا يكون أنت. يغدو البحر قطرة والخوف فطرة، وتأتي أنت. جاء القرش وأكل الجبان وتركك، لأنك للسفينة ربان. المجد لك، الماضي لك، وبكرة لك، وبعد لك، والثلاثاء والأربعاء والخميس بعد لك. هذا علامة يا شويبك. يا شيخ مانع، والكلام للجميع لا يهونون، حنا رجالنا اتهاوشولهم مع ورعين شلقة في المدرسة، واحد منهم أخطأ على ولدنا وقال المهايدي، والله ما مره راحوا جابوا الرشاشات ودعثوا فيهم، عثوا فيهم عثي، وتلاحقوا الضعيفة مدرس الدين وذبحوه هو على المدير. هم زيدة طلقة طائشة جت في راس فراش المدرسة. حن والله ما ودنا بالعلم ذا، لكن من يحارشنا ما يلقى لا طلقات ورمي وأمور طيبة. حيالنا الله يهديهم، من هو يقواهم؟ من هو يقواهم؟ والعلم عندك طال عمرك. كم ذبحوا يا رجال؟ كم هم؟ العدد والله هاي الحقيقة يعني شلقة شلقة، مهم يعني والله اني اطمرهم وتقول انك فيها مصلحة الحكومة. هسمعوا يا رجال، قيمة المذبوحين في الوقت الحالي وفي المستقبل تراها عندي، والكل قاتل جيب شاص او فوق هرشاش، و18 مليون في حساب الرب. اللي هي خاطرة واحد يذبح ولا شاف فيه معلم شاورما ما حط له لا شيء كاتشاب ولا ما ينزل في يذبحه، وقيمتها مدفوعة. سلامتكم، والله يوفق الجميع.
يلا 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 توكل على الله. افلح. هذولي طال عمرك اللاعبين اللي جلبتوهم بعد ما انحاشوا اعضاء الشرف الداعمين. والله هنا والله هنا ميسي ومارادونا معروفين ما فيها كلام. هشغل شغل شغل شغل. وين بتوديهم؟ بيجي باص النادي اللي اسستوه امس ياخذهم. طيب يا كابتن الحين احنا وش بنسوي؟ ايه شوف بنسوي اللي يسمونه التضيير، عرفت كيف؟ يعني بنضير الناقة هذه على الأسد هذاك، نخدعه إنه ولدها عشان ترضعه لأنه مرة تعبان. زين شوف ميسي سد خشمها. زلتان لا أنت جبل وجعان من الحوض، وأنت رونالدو خلك ورا الناقة وحط الحصان. طيب زلتان زلتان شوي 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 يلا خلونا نخلص. وين الناقة؟ أنسد الحين. يلا يا أسد طالع الحصار رونالدو. يلا يا كابتن كذا اوكي خلاص 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 كذا اوكي خلاص. طلع اصبعك من خشمه. اوكي جود جاب يا عيال برافو. يا رب يا الله ما جينا بحالي غيرك، مالي رجل ان ترحم ضعفي واغفر لي. عاد في ذنوب والله ما عاد في ذنوب، توبة. أنا بندر الشيخ أبو عادة الآن أعترف إني نكرة. والله والله أنا زكو. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش عندك أنت؟ عمو شو أنت من عندك؟ شكلي حوت تفلك بعد أنت ضايب. لا أنا بس استغفر الله. أنا حوت؟ طب فيك تناولني الطابة من عندك؟